وقع محافظ الغربية أحمد ضيف صقر والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق ملحق اتفاقية تعاون تطوير منطقة سوق اللبن غير المخططة بمدينة المحلة الكبرى، كما عقد اجتماعا حول تطوير باقي المناطق غير الآمنة بمدن المحافظة. وتهدف أعمال تطوير منطقة سوق اللبن إلى إنارة الشوارع ورصف الطرق وتنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة قدرها 33 مليون جنيه ممولة من الصندوق.